أمي قطعت عليا النت عشان خلصته قبل الشهر، فاضل أسبوع عن الشهر وبعد كده هتجدده. دي حد كمان رافض إن أنا أجيب كروت، يعني معنى كده إن أنا هقعد أسبوع من غير نت. عادي يعني مش حاسس بحاجة، هو النت ده ليه لازمة أساسا؟ عادي مش حاسس بأي تغيير، مش حاسس. ايه ده انت مين؟ عرفت ان ابوك قطع عندك النت ومنعك حتى تجيب كروت فكه؟ دي حقيقه فعلا. ايه ده؟ كارت فكه ب 20 جنيه. ايه ده بجد؟ طب هات ايه؟ بقولك ب 20 جنيه. عاوز 20 جنيه يعني؟ 20 جنيه انا عايز 200 جنيه 200 جنيه؟ خلاص براحتك انا هاخده وامشي. خلاص يا عم خد اهو. عفوا لا يمكن شحن الكارت مرة أخرى؟